السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس؟ نتمنى لكم الصحه والعافيه وطول العمر. واش كتعاودوا خوتي؟ مزيانين كلشي بخير؟ الله يعاوننا على سيدي رمضان، الله تعالى وبارك يقدرنا نكونوا به يا ربي، امين يا رب العالمين. جبرتوني عن نعمر شي دم حبقات، عندي شي بالعرق ديال النعناع وديك السلميه وازير، قلت نبتهم حس ما نضيعهم. الله يلا قلت نبتهم ان شاء الله يا ربي. واش بغيتوني؟ جبت الغبار قلت هي هذيك ديك الساعه نعمرهم ان شاء الله يا ربي، نعمرهم ونبتهم. ها هو فيها ديك العرق، قلت بلا ما نسيبهم ان شاء الله نبتهم غيطلعوا ان شاء الله يا ربي. فيما قدني الغبار، فيما قدني خرجوا لي أربعة، شحال ما خرجوا. ساعة نزيدو نعمر داك الطويسات، نقدر نبقى نبت فيهم إذا قصبر معدنوس، يعني حاجة لي الحمد لله كلشي كاين الحمد لله، ما يخرج الواحد يجيب بس ما يبقى يسيب لهم ديك العرق ديالو. الله يرحمه با مسكين كان عنده مع الغرس، الله يرحمه، الله يدخل عليه ويرحمه مغفرة ويرحم الأمة سيدنا محمد كاملة. والله كان عنده مع الغرس مسكين، جبري يغرس شجر ديال الكرموس وهيدا ديك المحبقات وهادي، سبحان الله شبهنا له سبحان الله، عندي مع الخضورة والله الحمد لله. يد واحد كيصور، واحد كيعمر. باقي نجيب لوايا ان شاء الله، باقي تباعو هيدا على برا في السوق، بقى نجيب لوايا هيدا ومحبقات اللي عجبوني هيدا نبتهم، يزينو حتى الدروج يزينو. نبقى نسقيهم ونشاركو معاكم يكبروا ان شاء الله، نبغيهمكم ان شاء الله يا ربي ما كيكبروا بحال التراوي. الغرس سبحان الله بحال التراوي، خصك تبقى شحال تهادك تقابلوهم تسقيهم تلاقيهم. الحمد لله صلاة الصح. ما نعمرهمش بزاف باش يبقى تيساعد الماء، باش تبقى تيساعد الماء، ما كتسقيهم يزيد يغرس. شحال خرج؟ واحد، واحد هو جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بسم الله بسم الله. كان انا الشطيبه ديال الازير عندي معاهم حبقات سبحان الله، الا شبهتنا الوالد كيعجبني الحبق سبحان الله. هاي هادي
وعدلته. ها هو في الملح، باقي لي هذا، هذا عاد بسم الله. هايدي سبحان الله، ملي كنغرس حاجه كطلع سبحان الله. قلبي خضار بحال الوالد الله يرحمه مسكين، كي كاين بدل الحاجه سبحان الله كتطلع دغيا. يا والله يدخل عليه الرحمه والمغفره ويرحم امه سيدنا محمد كان لي متولي الوالدين ربي، يدخل عليهم الرحمه والمغفره، واللي عنده يتهلا فيهم ربي يخليهم له، اللي عنده يتهلا فيهم يسمحنا من الوالدين. انا كنبت دابا هاد العرق ديال النعناع، تي عرق ديال النعناع واخا ما نعملشي بزاف باش كتجبر الراحه ديالهم، كيكبروا كيجبروا راحتهم. صافي غنزيد عليه هادي، صافي تبارك الله. هاهي هادي النعناع بجوج ديال الأزر، هادي السلمية، هادي العودة ديال السلمية، هادي السلمية. بقي لي واحد نبت شي وجهات فيها، صافي. هاهما هادي السلمية، ما تكونش معاها شي حاجة أخرى. هادو النعناع، هادو النعناع، هادو النعناع إن شاء الله يا ربي دابا نشاركو معاكم إن شاء الله، غنبقى نسقيهم، حاجة كاملة تهليتي فيها غتفرحك. هادو العرق بقى بحال معوج، هادا خصو بحال ويت هادا. ساعة يخرجوا النبات إن شاء الله، يخرجوا النبات ديالهم. سبحان الله، ملي كنت صغيرة عندي مع ديك المسك الليل كنت كنعدل ديك الحوض ديالهم، كتجبرني دابا ساعة أنا وخوتي وماما وبا الله يرحمو، دابا ساعة نغرس في ديك المسك الليل، كنبقاو نتعاندو الخويتات مع بعضياتهم. كنعدل مثال واحد الحوض كنعدلو ديالي، واختي عاود كيعدلو ديالهم، كيقولو راني نشوف شكون اللي غيطلع لي ديك الورد دغيا. والله الا سبحان الله العظيم كاين بيت غزال كيعطي منظر، كيعطي منظر غزال. ايوا ما شاء الله، ست فتم بحال عيساو تبارك الله. شتي هاي تخصي لكم الصراحة، وحيد عملت فيه النعناع قناوي. خرجوا لي ثلاثة المحابق ديال النعناع، أربعة، ثلاثة، واحد هاد السلمية وجوج ديال الأزير، تبارك الله. غنبقى حتى نخرجهم كاملين، ساعة نسقيهم نخليهم يشربو ديك الما ديالو.
ازر عزقه ان شاء الله. تاع ازر ازر جويجات وحده ديال السلميه، ثلاثه د النعناع، تبارك الله، واحد ديال النعناع الحر، نعناع قناني، وجوج ديال النعناع عادي. صافي هكا باش ما كيفيقوش، هكا نبقى نسقيهم نقابلهم، حنا كنديرو تسرع في الوسط ان شاء الله. باقي نزيد من الغبار، الغبار ان شاء الله ما ينخرجش الجبل. هادو بقاو لي تنجيب الغبار ان شاء الله. ها تيقطعو على الراحة ديالنا. تي يوم منظر هكا كيجي مزيان. ها هما خوتي، انا خليتهم يقطرو، عاد كنعملو في الدرج ان شاء الله يا ربي. جوج كانوا عندي، هاداك وحده ديال القزبور ووحده فيها اللواري، هاداك كانوا عندي، ديك الكبير وواحد صغير، لكن هادو عدلتهم تا يقطرو، وديك الساعة نعملو في الدرج، عاد جففت الدرج، هاي تاني عاد جففت الدرج، دابا جففتو تيقطرو، وديك الساعة عاد كنعملو في الدرج. علاج حرق البول بالاعشاب الطبيعيه، وصفه سهله ومجربه ومضمونه. راجل اومر، عندكم هذا المشكل ديال حريق البول، كتضلوا نهار مطل وانتم كتمشيو للطواليط، عليكم بهذه الوصفه. كتاخذوا في ليه وراه موجود ومعروف، وكديروه في كاس وكتخلوا ليه الماء طايب، وكتخلوا لمده 10 ديال الدقائق، وكتشربوا كاس في الصباح وكاس في الليل لمده اسبوع، وبهذه الطريقه ان شاء الله غتهناو من المرض ديال حريق البول. اخواني اخواتي، ما كرهتش متابعه للقناه وتقدير الفيديو باش نستمر في نشر الفيديوهات ذات منفعة ونستفيدوا جميعاً.